والرأي ديالي هو الحكومة كتاخد قرارات عشوائية، هو لا جواز تلقيح ولا التلقيح إجباري. هما كيتخبطوا دابا حاليا، كيضربوا المصالح ديال الاقتصاد ديال البلاد بهاد القرارات. راهو مرجان طبقوه في مرجان يومين عاود حبسوه في المترو، في الاماكن اللي هي حيويه عاوتاني طلقوه. وكيركزوا على الصور فيديوهات كتلاح هنا وهناك باش يخلقوا هاد الناس اللي ما عندهمش الجواز. دونك من ناحيه اخرى هما امور متشابكه، من ناحيه اخرى هاد الناس اللي ما دقوش الثالثه لازم يدقوها، لان احنا في واحد داخلين على فصل الشتاء والفيروس غادي ينشط، وظهر واحد اخر في بريطانيا. دونك الناس اللي ما دقوش عندهم مناعه، عندهم وصلوا لديك مناعه القطيع اللي تكلم عليها جونسون ديال بريطانيا. الناس اللي ما دقوش، اما الناس اللي دقوا دابا اصبحوا مجبرين انهم يدقوا الثالثه، لان الفيروس لما كيدخل عندك كان المناعه الطبيعيه كتقاومه، ولكن لما تكون انت ملقح وكيدخل عندك كتقاوم، ولكن ملي كيجيك المتحور كيجيك في شكل اخر، دونك خاصك واحد اللقاح اخر. Pour moi, je n'ai pas le jawaz telqih, c'est important d'arriver à faire le vaccin, oui. Mais je n'ai pas le telqih bzaf. Après, je n'ai pas le jour au lendemain, je n'ai pas le jawaz telqih. Ce n'est pas logique, alors qu'ils ont dit que le vaccin n'était pas important. Je n'ai pas le jawaz telqih, ce n'est pas cohérent. Je n'ai pas le vaccin, ce n'est pas important. Je n'ai pas le briti ou le briti. On peut être avec le pass sanitaire d'arouri. انا جو تروف كسي ان بو اكزاجيري، ما جو سي با حيتاش باش زعما حتى ديك الدرجه ديال لي ريستو ولا لي كافي سي اكزاجيري شويه، فهمتي؟ يعني يقدروا يطلبوه لي زونيفرسيتي بوغ لي بيرسون كي ترافاي دي زونتربريز دي تروك كوم سا، ولكن ما تقول لي كافي ريستوران جو تروف سي ان بو اكزاجيري. اما انا ا مون افي سا نا اوكان سونس زعما تكون تلقيح اجباري، وحيت لان ماشي كلشي داير تلقيح، واصلا التلقيح هذا ما عنده حتى شي افيكاسيتي على الناس، فهمتي؟ يعني هو اصلا باقينا كيجربوا فيه. انا ا مون بوان دو في زعما ما عنده حتى شي سونس، لان اصلا اللي داروه في السناكات وداروه في حمامات غيخسروا عليه كليون الناس ديالهم، لان ماشي كلشي دايرو. وزعما من الاحسن ياخذوا بعين الاعتبار، يديروا شي مظاهرات شي حاجه يحيدوا لنا هادشي هذا. والله صراحه عادي، انا كتجيني هاد القضيه عاديه على السلامه ديال الناس وصافي، ماشي شي حاجه اللي راه الا قال لك شي واحد راه ما يمكنش هما غاديين يغامروا بال راك عارفه راه دايرينها المخزن كامل، راك كاع الناس اللي خدامين في المخزن داروا عليهم، ما يمكنش غادي بحال العسكر هذا غيغامروا بهم هما الاولين. عاد ما جاتني عادي انا هاد القضيه، ماشي شي حاجه اللي يعني الا قال لي ديري راه ما نكذبش عليك، حيت بحال خايف عليك غايقول لك شي حاجه، الا شي حاجه خصك ديرها راه غديرها. هادي عاوتاني تخربيقه، ولكن ما يمكنش الواحد ما يبغيش يدير تلقيح وغايدير الجواز راه خصك ضروري خصك يدير، حتى هي تخربيقه عاوتاني. وبالنسبه للجواز التلقيح كنظن هذه واحد المساله اللي تسرعت فيها الحكومه، حيت المغرب بطبيعه الحال كيف لاحظنا في الاول وكيف لاحظ العالم اننا كنا سباقين في التعامل والتعاطي مع هذه الجائحه هذه، وكنا زعما من الاولين اللي كنا غادي بواحد الوتيره اللي هي نحسد عليها واحد الفتره، ولكن جات هذه المساله ديال التلقيح. يعني دوزنا اللقاح الاول بامان، الثاني والثالث انا شخصيا درت الثالث، ولكن اللي ما كيعجبناش سواليزون اللي ما كيعجبناش حنا قضيه ديال الجواز جاب واحد الطريقه اللي هي غير مدروسه، نقدروا نسميوها عشوائيه. هو التلقيح ضروري واجباري ما كاين اشكال، ولكن اجباريه الجواز بالولوج لبعض الادارات شويه كان متسرع وما كانش مدروس بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه. كان على الاقل يعطي واحد المهله للناس على اساس انهم يستعدوا، يكونوا مستعدين، وحتى الوقت فاش يخرج هذاك التلقيح هذاك الجواز يكون واحد الوقت اللي هو مناسب، انهم عينوا تكلموا عليه نهار الثلاث، نهار الاثنين، لا الثلاث لا الاربعه كانت عطله ديال العيد، الخميس بغاو يطبقوه. يعني هذه مساله ارتجاليه في حد ذاتها. وجواز التلقيح اجباري هذا تعني ان التلقيح اجباري،
التلقيح كان بين انه غيكون اجباري لان هذا يمكن على حسب الهضره اللي كتدور ان هذا مشروع عالمي بان خص الكره الارضيه كامله تلقح. وحنا غاديين في هذا الطرح هذا بما ان التلقيح ماشي اجباري وجواز التلقيح اجباري ولا التلقيح اجباري كنخص على الاقل واحد شويه ديال الوقت يعطيو الناس شويه ديال الوقت ماشي ديك القرارات ديال 12 الليل وداك الشيء كيصبحوا في الصباح على الاقل واحد الشهر باش ما يوقعش هذا الاحراج اللي وقع دابا للناس ديال الداخليه والناس ديال وزاره الصحه وحتى الناس ما يتزاحموش بزاف على التلقيح ويزيدوا يمكن ياثروا على الحاله الوبائيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.